دريد، يعني بداية البرلمان بصدد إجراء تعديل على قانون مفوضية الانتخابات، نود أن نفهم معك أكثر تفاصيل هذا التعديل. مساء الخير على جنابكم وعلى قناتكم الكريمة، تحية حب وتقدير إلى مشاهديكم الكرام. طبعا لازم نعرف بالبداية أنه قانون إدارة المفوضية الذي ينظم عمل المفوضية، هذا القانون بفترة واللي هي تنتهي في تاريخ 7/1/2024 عمل المفوضية. لذلك تعودنا بعد كل عملية انتخابية أنه تشهد العملية الانتخابية شكاوي وطعون حول المخرجات الانتخابية، وهذه تستمر أكثر من شهر تقريبا، وهذا الجدول الانتخابي التاريخ الانتخابي بالعراقي يشهد بهذا الحديث. لذلك اليوم المخاوف من أنه بعد عملية الانتخابات آلية النظر بالطعون والشكاوي، ولا ننسى أنه المفوضية مجلس المفوضية هو من صلاحيته المصادقة على أعضاء الفائزين في مجالس المحافظات، فاليوم من الواجب أنه يتمدد عمر الإدارة الانتخابية للسادة المفوضين حتى يستطيع أنه ينظرون بهذه الطعون. ناهيك في نفس الوقت اليوم المفوضية مكلفة في إدارة ملف انتخابات كردستان والتي هي في منتصف العام القادم أيضا، لذلك استوجب الأمر تعديل على قانون إدارة العملية الانتخابية وإدارة. طيب كما يعني ذكرت السيد دريد هذا يجب أن يحدث، نعم. لكن ماذا لو لم يحدث؟ ماذا لو أخفق المجلس التشريعي في تمديد عمل المفوضية؟ هل سنكون أمام خيار تأجيل الانتخابات أم ماذا؟ بالمناسبة يعني خلي نتصور هذا السيناريو مثل ما ذكرتي جنابك أنه سوف لن نذهب إلى المصادقة القانون. هنا أنا راح يصير عندنا مشكلة أنه يجب أنه تنتهي عملية العد والفرز، وأيضا مثل ما مصر عليها بالمناسبة القانون قانون 12 لسنة 2023 العفو قانون 4 لسنة 2023 ضم على المفوضية أن تخرج النتائج خلال 24 ساعة بعد العملية الانتخابية إذا ما حصلت طلعت النتائج بدون أي مشاكل فتقدر المفوضية الصادق، لكن إذا كانت هناك شكاوي وطعون راح يصير عندنا عطل في عملية المصادقة، لذلك سوف يكون عندنا مشكلة فنية. الأفضل هو الذهاب إلى المصادقة حتى نضمن عملية انتخابية سليمة خالية من أي مشاكل متوقعة. طيب سيد دريد، أيضا هناك اليوم مؤشرات على خروق كثيرة للحملات الانتخابية، نود أن نفهم منك يعني من هي الجهة المسؤولة عن ردع هذه المخالفات، وما طبيعة الإجراءات التي يجب أن تتخذ لمحاسبة المخالفين؟ بدأت المفوضية في تشكيل لجان رصد على أساس دوائرها المنتشرة بالعراق، بأنه كل دائرة من دوائرها مثلا الرصافة عندنا دائرة والكرخ دائرة في بغداد أنه بها لجنة رصد للمخالفات والانتهاكات. ناهيك أنه مجلس القضاء عزز الموضوع بكتاب على أنه التجاوز على الحملات القانون الحملات الانتخابية وعمليات السب والقذف هذه كلها سوف تكون ضمن منظور القانون، وسوف تتم عليها عقوبات قانونية رادعة وفق مواد قانونية مثبتة. هل العقوبات واضحة في هذا الإطار سيد دريد؟ نعم، تم ذكر الفقرات الخاصة في عمليات، طبعا قانون 4/6/2023 نص على عقوبات، وأيضا المفوضية في إجراءاتها أيضا نصت على عقوبات، وأيضا القضاء لمح بعقوبات وفق قانون العقوبات العراقي على عقوبات على من يقوم بالتجاوز. لكن كبشارة خير لحد الآن لم تشهد أي عملية انتهاك واضحة، ما حصل هو يعني
لا ترى في مقياس الرصد، شغلات اغلبها بسيطه، هذه يعني مؤشر ايجابي. اليوم متابعتنا الميدانيه كمنظمات مجتمع مدني للحملات الانتخابيه نشاهد هناك تنظيم، هناك تنسيق مع البلديات، وعلى سبيل المثال في بغداد مع امانه بغداد اللافتات واللوحات منتشرة بصورة إيجابية. نفس الوقت المخالفات تكاد أن تكون قليلة، وهذا حقيقة يبشر بنضوج الفكر السياسي أو الفكر الانتخابي في العمل في عملية الإدارة الانتخابية. طيب سيد دريد، نتابع التطورات السياسية الأخيرة، تطورات عاصفة في الساحة السياسية العراقية، خاصة ما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأن السيد الحلبوسي، برأيك كيف ستؤثر هذه الأجواء المشحونة على صناديق الاقتراع في حال ذهبنا أصلا إلى سيناريو الانتخابات؟ قانونيا المفوضية ذكرت أنه موضوع ما حصل مع السيد الحلبوسي لن يؤثر على إدارة العملية الانتخابية فيما يخص قائمتهم تقدم، هذه من الناحية القانونية. أما من الناحية المجتمعية للأسف دائما هناك شيء في الانتخابات يسمى حدث آخر ساعة. حدث آخر ساعة هذا دائما في الأوقات الأخيرة من العملية من, من, من الانتخابات، طبعا هذا عالميا موجود هذا الشيء، أي متغير بسيط ممكن يأثر على صندوق الاقتراع، على توجه الناخبين، لذلك يستوجب دائما التواصل المباشر مع المرشحين على صعيد كل القوائم، طبعا هذا الكلام وليس على قائمة معينة، على كل القوائم أن تبقى متواصلة مع قوائمها، أن تعمل بطريقة نظامية، أن تكون دقيقة أيضا في إرسال رسائلها إلى ناخبيها، أن تكون حريصة على الشفافية ما بينها وبين وبناء جسور الثقة حتى لا يؤثر عليها أي متغير سياسي أو متغير طارئ ممكن يحصل. أيضا هناك بعض البرامج ممكن أنه التثقيفية المضادة اللي تصير ضد القوائم، وخصوصا القوائم الناجحة أو القوائم الناضجة، برامج مضادة من تسقيط إلكتروني، من هذه على القوائم أن تكون حريصة على أنه دائما تكون واضحة وشفافة أمام مشاهديها وناخبيها. أشكرك جزيل الشكر الخبير بالشأن الانتخابي دريد توفيق، كنت معنا من بغداد، شكرا لك.